بالنسبة للكرة أنخيل دي ماريا، والبداية بأسقية ملكية رغم غياب رونالدو الرهيب. أعطى للريال دفع غريب، الريال الرويال يتحدى العصور الكتالونية بهذه الكرة العالمية لأنخيل دي ماريا. أبيض مدريد مشاهدينا في أحلى جنون، يلعب كرة من أجمل ما يكون، والفرحة أمامكم في هذه العيون، في هذه العيون رونالدو وحده يدافع. بوسكيتس إلى جانب إنييستا، جول 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 جول، مارك بارترا، مارك بارترا، رغم كل الانتقادات برشلونة يرجع بالليلة بالذات. سلطان هذه الأوقات يتحدى البيت الأبيض الملكي، بارترا يمضي ولا يبالي. برشلونة يرجع بالكرة المضمونة، هدف رايع يا للروعة، شيء كبير يا عمري، هدف لقلب الدفاع. مارك بارترا يكسب بيه المعركة، الشباك المدريدية تولع ملعب مستايا، ملعب المستايا شعلت فيه نار بين الكبار. كرة السلام، وينه كانت بين هرب، كانت بين هرب، شوت شوت كانت بين، يدخل منطقة الجزاء، الشباك يلعبها بسحب الشباك، حطها له جارث بيل، جابها له سرعة قياسية، تجاوزت الحسين بولت. شايك كل الدلال هو انت يا ريال، كل الجمال هو انت يا ريال. بنسمات كرة الأبطال مع النهاية، بدأها في البداية والريال في النهاية. بنجم الكرة الأرجنتينية أنخيل دي ماريا، ريال مدريد بدأ ليلة العيد في أحلى المواعيد، كريستيانو العنيد يتزين بأول هدف غالي، جمهور الريال طار في العلالي. شوف الكرة، هاد أجمل صورة، إيسكو في البداية وكارث بايل في وسط الميدان.